المدينة المشهورة بسياحتها الدينية يؤمها الملايين سنويا من داخل العراق وخارجه. كربلاء أصابها الشلل السياحي خلال الأشهر القليلة الماضية بعد إغلاق المنافذ الحدودية وعزوف الوفود العربية والأجنبية عن دخول المدينة. إغلاق الفنادق في كربلاء بنسبة 40% تسبب بخسارة أصحابها بنسبة 80% منذ أن تفشى وباء كورونا خلال الأشهر الماضية، فيما يقول أصحاب الفنادق هنا أن الزيارات الكبرى التي شهدتها المراقد المقدسة مؤخرا لم تحسن من الواقع السياحي في المحافظة، لأن الوافدين من داخل العراق فقط. احنا ما نملك إحصائيات دقيقة عن هالموضوع، ولكن بالمجمل أنه أنا أقدر أقول لك وأجزم أكثر من 80% نسبة الخسائر بالنسبة للقطاع السياحي. ويطالب أصحاب الفنادق والشركات السياحية الحكومة العراقية بتعويضهم بنسبة 25% من الأرباح السنوية مع إعفائهم من جباية الماء والكهرباء، أسوة بالدول الأخرى التي سارت على هذا السياق. نطلب من رئاسة الوزراء، من وزارة السياحة، أن تنظر بعين حقيقية إلى القطاع السياحي والفندقة لإنعاش هذا القطاع وتشغيله، لأن يحتوي على عدد كبير من الناس. إذا كان أكو ناس متنفذين في هيئة السياحة وزارة السياحة تريده يشتغل، راح يشغل قطاع كبير من الشعب، وأيضا راح يشغل قطاعات أخرى. ركود السياحة الدينية وإغلاق الحدود أمام الوفود العربية والأجنبية ينذر بإغلاق فنادق كربلاء كليا، فيما تتعالى الأصوات بضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل إعادة حركة السياحة وانتعاشها من جديد. من كربلاء، وليد الصالحي، يو تي في.